دعت عشيرة البوعلوان في مدينة الفلوجة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية للذين يحق لهم المشاركة، وذلك وصولا للتغيير في البلاد. جاء ذلك خلال تجمع عشائري في الفلوجة، دعا الأهالي إلى ضرورة تحديث السجل الانتخابي واستلام البطاقة الانتخابية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدا أن التغيير لا يمكن الوصول إليه في العراق إلا عبر الانتخابات والمشاركة الفاعلة فيها واختيار الأصلح وإبعاد الفاسدين عن المشهد السياسي. هذا التجمع اليوم وهذا المؤتمر الكبير لقبيلة البعلوان في منطقة النساف الفلوجة، وهو تجمع عشائري لحث الناس للذهاب للانتخابات، وكذلك حثهم لتحديث البطاقات الانتخابية، وكذلك حث الناس لأن يغيروا ما كان عليه سابقا من وضع السياسي، وأن لا يسمحوا للأحزاب التي كانت تستخدم التزوير والتي كانت لها صولات واستخدام المال العام والفاسدين من المرشحين الذين يستخدمون المال العام لتغيير وجهة إرادة الناخب. اليوم لدينا تجمعات كبيرة لحث الناس على الذهاب للانتخابات وتحديث بطاقاتهم الانتخابية، وكذلك أن يكون لهم دور في التغيير. نقول للمواطنين أن هذه الانتخابات غير الانتخابات السابقة، كانت الانتخابات السابقة على الهوية أو البطاقة أو شهادة جنسية، اليوم لابد أن نكون لكل ناخب بطاقة انتخابية، وهناك بصمة في وجهاز وأجهزة للعد الإلكتروني، فهذه الانتخابات تختلف عن سابقتها، فلابد من حث الناس وتوجيههم وتثقيفهم على الانتخابات الجديدة، وأن لكل مواطن لابد أن يكون لديه بطاقة حتى يسمح له بالدخول إلى صناديق الاقتراع وأن يدلوا بصوته لمن يشاء.